تمام. طب دلوقتي لو احنا عايزين نستخدم البيم في اداره المشروعات، يعني عايزين ندمج البيم بالبروجكت مانجمنت، ازاي نعملها؟ وهل لازم مدير المشروع يكون عارف فوائد البيم، ولا العمليه تمشي ازاي؟ هلا في جوابين هالسؤال. واحد انه البروجكت مانجر لازم يكون هو هلا هو الويك لينك، يعني هو اضعف حلقه بموضوع البيم ادوبشن، لانه هن اخر ديسيبلين او سبيشالتي تو اندرستاند ادوبت بيم بمعظم الماركتس. اوكي، فهن اضعف شيء، ديزاينر سبقوهم، الكونتراكتور سبقوهم، حتى جزء من الاونر سبقوهم، البروجكت مانجرز اخر شيء. فالبروجكت مانجرز لازم هن يعني كيف بدنا نقول يستفيدوا من موضوع البيم حتى يقدروا يطوروا اداره المشاريع بطريقه فيرتشوال قبل ما تكون فيزيكال. هذا اول جواب. ثاني جواب، البيم بحد ذاته بيأثر كثير على كيف البروجكت مانجمنت ممكن تنعمل، لانه البيم بيشجع على الكولابوريشن او التعاون، اكسشينج اند داتا بطريقه نسبيا اوبن. ولكن التراديشنال بروجكت مانجمنت بيقسم المشاريع لاجزاء مختلفه، وبيحاول انه تو كنترول كل جزء وتو مينيمايز ذا ريسك. ففي شويه كونتراديكشن بين المودل مانجمنت اللي هي عمليه بتحاول تشجع الناس على التعاون على الكولابوريشن، وبين تراديشنال بروجكت مانجمنت اللي هي عادة بتحاول انه 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 تقسم المشاريع لاجزاء قابلة للكنترول وتخفف الريسك. تمام يا دكتور. هو اللي بيحصل في الواقع او بيحصل في المشاريع في الدول العربيه ان بيبقى في فريق بيم كويس، بس مدير المشروع ما بيبقاش عارف يستخدمه ازاي، فبيقول لهم انتوا اشتغلوا، بينما مثلا بتلاقي الناس اللي هي بتعمل الشوب دروينج شغالين لوحدهم، ما فيش تعاون بينهم، الليد برضو شغال لوحده، الناس اللي شغالين في السايت شغالين لوحدهم، دوكمنت كنترول. فالمشكله يعني كلمة من حضرتك كده للبروجكت مانجمنت ان هو يستفاد من البيم ازاي، او ايه فايدة البيم عشان يخلص المشروع بطريقة افضل؟ طبعا للبروجكت مانجرز ان من المستفيدين الاكبر من موضوع البيم اذا قرروا انه يستفيدوا منه، لانه استخدام البيم من الديزاينرز او من الكونتراكتورز بيعطيهم ترانسبيرنسي، بيقدروا يشوفوا يكون عندهم early detection إذا في cost blowout، إذا في موضوع السعر عم بيزيد بيقدروا يستفيدوا منه بتقليل من موضوع ال RFIs. I don't know شو يعني RFIs بالعربي، يعني ال request for information. ريكوست، نعم من طلب معلومات نعم ار اف اي. ف ف وإذا بدنا نلخصها بنقول إنه البيم بيعطي transparency على كذا مستوى. على مستوى الديزاين حيكون كتير اوضح من الاول، على مستوى الكوست حيكون واضح من الاول للبروجكت مانجر، الريسك حيكون اوضح، الهيلث اند سيفتي حيكون اوضح. يعني 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 اكثر من اكثر المستفيدين من موضوع البيم هن الاونرز والبروجكت مانجرز اللي بينوبوا عنهم.